مدينة يا مدينة حل تشيس وانطينا حل تشيس للطالب وانطي للي براغب حل تشيس للطالب وانطي للي براغب جينا نشترى الطالب واللي في الطالب عينا جينا نشترى الطالب واللي في الطالب عينا مساكم الله بالخير أحبائي المشاهدين، نحييكم وحلقة جديدة من برنامج ما جينا يا ما جينا الموسم الثالث، ورمضان كريم وصيام مقبول وكل الهلا بيكم. تقول الحكاية أن الخليفة الرشيد وقع نظره على ابن نواس وبيده زجاجة من الخمر، سأله ما الذي بيدك؟ قال زجاجة من اللبن يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة زجاجة من اللبن، وهل اللبن أحمر اللون؟ فأجاب لقد أحمرت خجلا منك. فضحكا وانقضى اللقاء، إلا أن ثقافة أبن نواس في مدح الفاسدين وتمرير الفساد ما زالت في قصور السلطة. إلى فقرات البرنامج. العداوة ما بين الحمية والكني عداوة وهمية تناقلتها الأجيال والموروثات الشعبية منذ زمن طويل. وكو أمثال السيء للكني وكو أمثال السيء للحمية. هاي النظرة السلبية الخاطئة لازم تتغير. فلا الزوجة تخطف الابن من أمه ولا الحمية تعكر صفوة الحياة. نترككم ومتعة المشاهدة مع مشهد الحمي الحامل. يوم ما طلع أنا كنت سحقت وكهرباء ماكو، أقوم أخذ لي غفوي عن الشغل الصبح. إيه أبوي إيه، تحق أبوي، أنت روح نام وأنا إن شاء الله أصلي صلاة الصبح وأنام بعدين إن شاء الله. روح أبوي، الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك يوم. يا ربي خطيم والله خوش ولد، ما عندي غير والحمد لله الحمد لله والشكر لله. يا ربي الله يحفظ إن شاء الله، هم صوم وصلاة والحمد لله يا ربي إن شاء الله. ولا وين يعيدك شعر وين صفصاقتها، ما تجي تشيل الغراض، ما تجي وقعد بس بالمطبخ. وينك شكرية؟ والله ما تسمعني. ولي وشكرية؟ ولي وينكي؟ يا والدي تعالي بقزة بتعيشين الغراب، يلا بسرعة وينكي؟ يلا لك عافية عافية. يا يابا كنا ناكل زمن ما شاء الله، دك تعيشونكم بالقشبي ما حد يحكم. ولي لا تعملني حركة، لا تعملني حركة، زوجك نايم ما تسمع كلام دك شع. يا أبا بطي بطي وداني بطات وجاني، يا أبا بطي بطي يا أبا بطي بطي الله يعلم ايش خلقتي لي، الله ينتقمك ان شاء الله، واللي بصغيري تقطعت، واللي دادة بصغيري تقطعت، واللي ما تقلي لي ايش خلقتي لي اكيد بالسحوق، بصغيري تقطعت، يابا يابا يابا. والله يا عمي ايش خليتوا لك بالسحوق؟ احنا وياك استحقنا بنفس السحوق، الله يخليكي ما حطيتوا لك شيء بالسحوق. دادة بطي بطي. ولي قلت له روح صح زوجكي، الله يعلم ايش خليتيني بالسحور اكل. ولي يا ابا
ولا خاف خلتني اسم لك ولا غعبتي ولا غعبتي ولا هذا شو طلع سحر غاحس موت غعبتي. مصطفى 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 قوم قوم امك ما عفش بيا تخربطت والله ما عفش بيا بس قوم الحق قوم 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 والله ما عاد عفش بيا. ماما ايش بيكي خير خير ولا ايش بيكي ولا 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 ايش بيك ايش بيكي ولا ايش بيكي ايش ولا هاي بغتك سممتني بغتك خلت لي سب الاكل يا يابا بطي بطي يوم تقول يا الله قول يا الله يا اسم يوم قول يا الله يلا نروح المستشفى قومي قومي والغعبوت غعبوتي والغعبوتي يوم يوم ان شاء الله ما بيكي شيء ما بيش خليت تفرح بغتك خليت تفرح يا بغ يا بغ يا بابا بطي بطي غعبوت ولا تجيبي لي الموبايل خلي خبط ولا هي بغتك يا بغتي ولا بس لو اروح ابدل هدومي واوديك على المستشفى ولا هي بغتك ذكراني ولا ذكراني ايش تقول اجي معك ليش ما اجي معاكم على المستشفى وين صرت تجي غير تلعب بيك طبيب المستشفى يا قومي 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 يا يا ابو لحم والبطي بطي 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 ولي ابو يلا مشي 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 يوم ولي ابو ان شاء الله ما بيك غير عافيه ولي ابو بطي حتى وجعني يا يا ابا يا يا ابا يا يا ابا ولا طلع اطلع بسرعه ولا حموت ولا على كيفك ولا يا ابا بطني ولا يا ابا مالا مت موتك ساعة شحنت في مغتك شحنت عمل خلت لي سمسم ولا يا ابا مت موت يا يا ابا اي وين هذا ولا يا ابا حموت يا ابا ولا يا ابا ولا يا ابا ولا حموت موت ولا شحمك مغتك شحنت عمل بي ولا يا ابا ولا يسا وين سمت انت ويساب يا الله مرحبا دكتور ايوب يا ابا 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 سريح حجي قعدي قعدي سريح الله يبارك فيك ابويا يا الله يا الله يا ابا يا ابا قعد ابويا قعد الله بالخير حجي هلا يا ابا هلا هلا الله يحفظك يا حبي الله يبارك فيك ابوي يا ابا يا ابا شعش عندك شعش عم تعمل بي اخ يا ابا سلامات حجي ايش بيكي من ايش اشتكين اخ شقه تولي لين ولي يا ابا انت تقول لي ايش بيكي لا لا انت عايش دكتور هون يا ابوي قبل انا اعرف اخ يا ابا اخ حجي ليش انا المرض يوجعني لا يوجعكي انت تقولي لي ايش بيكي وانا اكتب لك العلاج قال يا ابا ايش احكي لك ايش احكي لك يا ابا طلع زقنبوت السحوق كله اخ يا ابا هي عملت لي سحوق ما عرفش خلت لي اخ على بعد ما اكلت اخ بطي قامت عجيني توجعني توجعني تنزيني تنزيني يا ابا يا ابا بس لا حطت لي سم هذا منو معاك يا حجي؟ منو هذا؟ ولي يابا هذا ابني هذا ابني زوجي المسعدة يابا يابا اوخ حجي يحفظك الله دقومي على السرير دفحصك دخش عاش بيكي ودقوم دقوم قوم وديني بك ما تقوم يا يابا يا ودقوم بك دقوم بك ولي يابا 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 ولا الشوز بك يا الله من هون إلى من هون انت بتبكي مليح يا يا بابا يا بابا اخ يا ابا اخ يا ابا يا ابا قول لي شدحني يا بابا اخ يا ابا اخ يا ابا حجي قولي ها قولي ايش اقول اخ يا ابا اخ قولي يا بابا بطي بطي هوني 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 دكتور هوني 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 لا لا هوني هوني بس قولي يا بابا دكتور هوني 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 يا بابا هوني لا لا هوني 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 حجي كل شي ما بيكي شغله بسيطه بسيطه ان شاء الله قومي قومي ان شاء الله كل شي ما بيكي عشني شغله بسيطه بسيطه عشني كل شي ما بي هوني وجع
حجي ان شاء الله بسيطه، دقومي انا اكتب لك العلاج وعدك الشفاء ان شاء الله. تعال ابني تعال. يعني ما بي شيء؟ ايش ان شاء الله ما بيك؟ الله ويا ابا عليك كيفك يا ابا، والوينو هذا والوينو، ويا ابا عليك كيفك يا يا ابا ويا ابا يا ابا يا ابا يا ابا. الله يحفظك ان شاء الله ابوي، الله يخليك ان شاء الله. يا الله الله حجي ان شاء الله كل شيء ما بيكي وعندك الشفاء. اعتقد عندك مغص حاد لو التهاب بالامعاء. وحجي للتاكد هسه نعمل فحص مال دم، وقبل ما تروحين على المختبر خلي يصيح هذا المضمد قيدار هو يعمل لك فحص مال دم. قيدار تعال خذ فحص دم للحجي. بلي دكتور. ابوي قيدار اسحب لي دم من عنده. واليابا واليابا انت تسحب دم من عندي؟ واليابا هو انا دمي قليل، منين الدم يا يابا؟ منين اجيب لي الدم؟ لا حجي رحمه لوالديك، هن قطرتين راح اسحبهن مال دم من عندك وادزن للمختبر، هما راح اسحب الدم مالك كله. واليابا واليابا على كيفك، تحت اقول لك ابوي وانا لامك، ابوي اسحب لي بس قطرتين تعرف. أمر أنا الوليد مالتي أخاف لا يوجعني. ودي أبا ما تعطيني إيدك. ودي أبا على إيدك. على كيفك يا أبا على كيفك. سمية. ودي أبا على كيفك. إيدك حجية. إيه أبوي على كيفك، أنا مثل أمك على كيفك أبوي. دقيقة دقيقة. الله ينطيك طولة العمر والصحة. ولا أبوي كوي دم ما عندي والله. أشهد عندي كنتي أشهد عندي يا يوم ذاك طلعتي نزق مبوت من عندي للسحوق. ودي أبا على كيفك. يا ابا عليك على كيفك يا ابا الله يخليك. يا ابا تعال اخوي تعال، هاي توديها على المختبر هذا الفحص مال والدتك مال الدم. بلا زحمه بس قول لي وين مختبر معزل. دكتور المختبر طلع معزل. ابني ما دام المختبر معزل غدا الصبح بالسبعة الصبح يفتح المختبر، تجوب بالسبعة الصبح، وهسه لازم اضرب وهدئ ان شاء الله تصير زينه بالليل، وهذا الدم تحافظ عليه وغدا الصبح تجيبه. هسه انا اضربك ابره مهدئه وان شاء الله بسيطه وعندك الشفاء. لا تخافين حجي. غدا الصبح تجيبها وتجيب الدم وقبل تروح على المختبر وتجيني. تمام. عافية ابويا. ولا ابا ولا ايش فيك ولا على كيفك على كيفك ولا بدعت. اي امي يلا قد افتح الباب افتح يلا ولا يلا افتح ودي يلا تعبتوا. منو؟ اني يلا فوتي يوم فوتي. طب ايش بي يا عمتي؟ ما بيها شيء، الدكتور قال شويه مغص. ولا ايش مغص يول يول لا تطبق مع مامتك لا تطبق واللي راح اموت انا راح اموت ولا راح اموت. تعي تعي صفوتي ارتاحي. ما بي شيء أخي يا ماك. تعي ارتاحي يوم تعي ارتاحي. أنا راح أموت ولا راح أموت ولا. لا يوم شلون تموتي؟ ولا شلون تموتي؟ خلي غاسي من هوني من هوني غاسي ولا أخذتي من هوني. يا بجيبي لها المخدم من هوني. ولا من هوني قبل تموت يا ماك. لا يوم شلون تموتين؟ إذا تموتين أنا في يوم أطلقه. يوم نامي يرتاحي. يا ولا متموت. ارتاحي ارتاحي يوم ارتاحي. شلون تموتين يا معودة؟ ما تموتين. يا الله ما بيك شيء ما بيك شيء شوية مغص. يا الله يا ربي يا ربي يا ربي. ارتاحي يلا ارتاحي. راح اموت ولا راح اموت؟ هاي يوم شلون تموتين؟ من تموتين ثاني يوم انا اطلقه. ضل اطبق مع بطك والله قاعد تقتلني بطك والله ضل يوم ان شاء الله ما بيك غير العافية. نام يلا ارتاحي نام. ما تهنيتوا بالسحور. نام يوم نام. يلا يلا يلا. ويابا والله ما تهنيتوا بالسحور يا ربي. لا احتفظ يا ربي. Thank you.
طلقني طلقني. غدا انا من الصبح اروح على بيت اهلي. يا عيوني دك ابغي عقلك يا حياتي، ما اطلقك بس اندندغيها ونمشي وقت. ليش ما تعرفين انا بالسلسين؟ يا عيوني يا حياتي تحمليها مره كبيره، يعني كبغي عقلك معاها بين ما تمشي الايام والعمر يخلص. دحقي دقلك نسيت وقلك، هذا الدم سحبناه بالمختبر دي قبالك علينا ولا ينكسر. قابل لبن عصفور. اوف من الشغل، اوف يا ربي اوف من الشغل. دقت غاحي. فجعنا وانكفينا، فجعنا وانكفينا، ناقصني مصايب هسه ايش راح يخلصني من لسانه. فجعنا وانكفينا، فجعنا وانكفينا، فجعنا. اوف اوف يا ربي ايش اعمل. والله جتني فكره، خلي اروح على المطبخ اجرح اصبعتي شويه واجيب نفس هاي القاروره واخلي بيها الدم مالتي، وها هي ما حد ما راح يعرف. اي اخ أكابا يا أخي. يوم يلا قوم نروح للمستشفى على المختبر. ها أبوي قوم نروح للمستشفى ولا عن المختبر. يا ولي أبا يا ولي أبا الله توجعني ولي أبا إيش عمل ولي ولي ألعب نفسيها جبتيها ودي خليها ألعب أي بقدر خليها والله كله صوشك أنتي. يا يا أبا يا يا أبا يا يا أبا يلا مشي يا مشي وما تركت بيتني. يا الله يا ويومي وديني دي بيتني يومي وديني جاب بخرين يا أبا. مرحبا أبوي دكتور. السلام عليكم يا أبا. استريح ابويا استريح. اعطيني نتيجه مال المختبر. دكتور نتيجه مال التحليل. يابا الف مبروك الحجي حامل. ايش في حامل؟ الحجي عمره 70 سنه وابوي صار له 20 سنه من مات. قابل قد اكذب عليك، ايام التقارير قد تقلني الحجي حامل، يعني امك حامل. لكن ايش عملك؟ طبعا حامل. خبط كما مرتك المعيجي يا أولاد. ابو يم اغشعت الضحك وفرحان ضحكنا معاك ضحكنا. والله البيحة سالفة خربتني من الضحك. خير اشكو ابني ايهم قال لي بابا يعجبني انا اقعد ما يمك وقت الفطور. غير يحبك. ما هوني السالفة، انا سمعتونه قي خابر صديقه بالموبايل. صديق واشغله بالموبايل داعي تحاكون. انا سمعتوهم. سمعتم؟ ايه بس هو ابني ايهم هذا الشباب صغير ما شافني. قال له دحق وقت الفطور لما تقعد اقعد يم الحجي. ايه لان هناك موقع استراتيجي، الحجي كل شيء توصل يمه، الدورمه والكبي والاكل المليح، وين اكل لحماي مليحه اتقدمها يم الحجي. انت اقعد يم ابوك يسال لك كل شيء. حجي وانت ايش عملت؟ أنا إيش عملتوا؟ اتفقت مع الحجي، قلت له حجي وقت الفطور لا تقدمي قدامي بس البصل، بس البصل. إيه حجي أنت الكبير، شلون يخلون يمك بس بصل؟ ليش بصل؟ أنت قلت لي حتى أفشل الخطة مالته، وجاء قعد يمي والحجي بس تقدم لي بصل، دا يقوم أقول له قعد، أكل معاي إيش أكل أكل، دا يقوم أقول له قعد. كل ما يقوم اقول لك عاد كل معي. قلت له بالاخير سمعتوا له ايش قاعد يحكي مع نفسه؟ قلت له قعد قعد الشام موقع استراتيجي. هادي قد يلعب عليك. والله حجي شوقتني
كمل كمل خطتك تجنن. انا سمعتونه قاعد يحكي مع نفسه، قال اخشع كل شيء ما وصلني بس البصل، الظاهر اكو خيانه بالخطه، يجوز ابوي يكون وصلته معلومه من صديقي. والله عافية عليك حجي، لكن احنا كم عندنا ابو ايهاب؟ اخ حجي هسه السوالف اوفا خوش لحق اليوم استاذ ماهر وماكو. ايه ابن الحلال جاء. ايه والله ابن الحلال بذكره. هلا 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 يا ابو هلا هلا. دعاء هلا هلا شلون طيب اليوم؟ ما شاء الله سريع سريع سريع. اللهم صل على محمد. ما شاء الله منورين منورين منورين. ايش اشياك؟ ايش الحلاوه؟ الله يبارك فيك. مثل بالفيس منور منور. ابو ايهاب يقول اليوم قاعد اسمع شيء عتيق عتيق. هو يحب العتيق. عتيق للبيع. يحب العتيق. يبدل امواعي. ما طلعت غيدون قصة عتيقة. اي والله عتيقة غيد. راح احكي لكم هاي القصة مال مقادي العميل. مقادي العميل؟ ايه. قبل كانوا كثير. ماكو شغل موسيقى ليه مقادي؟ قالوا. كانت تنزل باب الطوب واحد يقرا قرآن. يقدم الشارع اللي شلون؟ مقابر وين ماكو. المهم. ايه. هذا كان اكو واحد عيابه وجسر، كان قبل اكو جسر خشب. ايه. قبل. عتيق ايه. فمن عبر يعني من جهه الميدان اكو واحد مقدي اعمى عيقدي وش يقول؟ الله يخليكم انطوني ليره ذهب عشان هذا كان الله يرحمه يقول الله ينطو الله يخليكم انطوني اشتغل لا اشتغل اشتغل حبتميز الخاطر الله اشتغل حبتميز المهم هذا يقول الله يخليكم انطوني ليره ذهب هذا كان عبر استغرب يعني مقدي يطلب عانه يطلب فلس يطلب قمري تعرفون ايش القمري؟ لا احكي لنا ايش كنا اسمها قمري ام عمله ام عمله؟ مرسوم عليه قمر في اربعه فلوس يسموه قمري فهذا استغرب يعني هذا طلب يعني ليره ذهب ايش قد يدير معي؟ فجاء دنقر يمه قال له انا اعطيك ليره ذهب بس يعني بس قل لي يعني انت ليش عاد تطلب ليره ذهب؟ قال له والله العظيم انت هاي الليره الذهب اذا تعطيني تحييني تحييني والله تحييني بس لا تقلي ليش هذا قال خلي اعطيني الرشاح نتيجته اشني انا فطلع الليره الذهب واعطاني وظل يتابعه من بعيد هذا هو اعطاني الليره الذهب فوح خلاه بين اسنانه وهاي وقام يمشي هذا يمشي وغانو وين صبغاه جت النبي شيت هات على جامع النبي شيت وقب جامع النبي شيت اكون بالاخير خلف الجامع بالاخير غرف متروكي كانوا قبل يستخدموها سجون النفاريم وعفاريات وشيء هو كل خلى له غرفه لوا هذا فات بهاي الغرفه مالته يعني طبعا كل خلى له بابا مثل الخشب جغو فات هذا ظل وغانه وفات هو بده تشاكون حتى يتاكد إيه؟ ماكو حد بالغرفه فمسك الشاكون يمين يسار لان كارب كان ماكو لا هو عامي ما يزال فالشاكون يضربه يمين يسار يمين لي ورا لي قدام الا تاكد بانه ماكو حد بالغرفه انا حتى يتاكد لانه ما يشاء ما يشاء بعد ما تاكد اكو زوريك انفراشه بالغرفه او بساط لفه في مكان كنت دفنه طلع حفظها هالشكل هاي المكان يعني جغ من هذا الطاب اللي كنت دفنه هو يخلي الطاب يخلي عليه المويه حتى يطين ويطلع لك هذاك الكوز هو شغبي يعني مثل الشغبي من الفخار فرغوا اني كل اللي راد ذهب طبعا هاي من حكايات جدتي الله يرحمها جداتنا كانوا الله يرحمهم الله يرحمهم ان شاء الله يرحم والديكم فنزل الذهب قام يعد دور يا مدور دور يا مدور فقام يعد وصل 94 95 96 99 فهاي الليره كنا اخذها من هذا قال روحي مع اخواتي صاروا 100 رجعهم بالفوز وسجى جاب طلاب ولياسه ورجع الابصار ومسك هم الشاكون ضرب يمين يسار لا يكون اكو احد كان بالغرفه تاكد وطلع منو هذاك عيسان اعطانا ليره.
هذا راسا فات، هو غا هذا العمي فات، فتح الشعر الجولي والمصاط واخذ الكوز واخذه عني. بعدين قال خليه حقسع بدفع له هذا. اشنو هذا الاعمى؟ لانه الاعمى ما يشعر بس ما يشعر. ايوه يشعر. فمن جاء من بعيد وش هذا الاعمى يصيح ويلطم، وكنا نتموا عليه انه عميين المقادي. هذا يخلي مراحة اللي رات مالي بقادول عشر يلومونه، فهم وياد يقعد بمصيبة كلها تقوم تلومه. ما قلنا لك الشكل، ايه انت صوشة صوشك انت صوشة. هاي دائما بعد ما يطلع لك الفهيم ولا لا. المهم واحد هذا عمي قال له دحق انا دحق شلون اخلي اللي رات شاكون ماله كل مثل البوري يعني مفتوح من جوا. قال له انا اللي رات اصفطه والشاكون 24 ساعة معي. والله لا قال له دحق انا كل اللي رات خليه يقع هوني رقع على قطع عليه. لا قال له ده قناه المقطنين كيف فتحته من هوني خليته اللي راجع منو عايش اسمه هي ايش عايش اسمه هذا اللي عايز. هذا اللي عطى لي الاول هذا قلم بسيطه بلتنا جا واحد من غير خيرين اعطاهم خبز خبز هالشكل كله فوق ذول كل واحد اخذ الخبز وخلانا بعضه قال خوش ما طول هالشكل انا ما اعمل بيهم فد نكايه حتى اخذ الكلاب كله الليرات من عنده. فراح جاب نايز زنيبيغ الوحشيه شرسه جاب خبز خلى بالخبز زنيبيغ لفه خلاها بعد الورق قبل ما الاكياس قبل لسمع خلى زنيبيغ فجاء عليهم قال لهم يا باي خبز سواه بالخضر ومن هالكلام هذا هذول اخذوا خلوا بعدهم. طبعا هو كان يعني بنشد بخير حتى لا يطير الزنبيل بس من ينطيب هو يشيل الخيط. فهذول كل واحد خلى الخبز بعبوه هذول ما فقط خلونا بعبوه الزنبيل هاجت يشتحون هي كانت محصوره هاجت على جسمه هذا ايش طعمه شلح حواشه ومزلت العصي ماله فهو جاء لم العصي والحواش ماله والعزه اللي بالعصي بالجو كل اللي رات اللي بالعصي والمقطنين وال كلها خذا اللوات هاي قصة قديمة اشكر ذكي يا هذا صالح والله تجي على بالك شرفك هو صديق صاغ مثل جماعته الاول واحد هذا المقدي هاي ان شاء الله رمضان الاخذ الله خلانا طيبين نعملها مشهد تمثيلي ان شاء الله ان شاء الله احنا نشكرك طبعا تدللون الله يبارك فيك انت تعبك والله معنا لا لا ان شاء الله يا با اشرب شاي الاخ ممنون ممنون يا با افتهمت تهمتوه عجبتك عجبتني لك شاف الضحكه مالتك حبي مرحبا حجي شلونك؟ صحتك احوالك ان شاء الله تكون بخير الحمد لله الله رمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله حجي احنا عندنا جوله وعندنا مثال بسيط احنا قناه الموصليه ممكن نسالك الله يبارك فيك سي شيمان تسالينه رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه عموه اليوم عندنا مثل مصلاوي نريد نعرف قصه هذا المثل ومعنى هذا المثل مثلنا يقول
يعطي ذهبه في الدببه. شنو قصة هذا المثل ومعناه؟ يا سؤال، يعطي ذهبه الدببه. يعطي ذهبه الدببه يعني المثل. ما كنت سمعت قبل هذا المثل؟ ايش زين ايش اقصد بينه؟ والله ما اقدر اعرف. ما كمر عليك ابد؟ يعطي ذهبه الدببه. يعطي ذهبه الدببه. ما تستعين بصديق وشي شغلات احط غير ابعث لك احد سدوه. يلا حجي احنا نشكرك وبارك الله بيك والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك. يلا مستمرين معاكم بجولتنا وخلينا نشوف باقي الامثال ومنو راح يحزر معانا هذا المثل. ايش ان شاء الله تعال اشوف ايش ليش يشتغل وين ما نروح ماكو. انت تعرفين ليش مثل شيء؟ والله لي حد يعني فهمت شويه منه بس الباقي لا. خلينا نشوف باقي اللي خش. مرحبا حجي. هلا ومرحبا. شو اكيام كل الهلا. هلا ومرحبا. رمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. اتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله. جميع ان شاء الله. اخبارك ومراتك؟ الحمد لله بخير. شلونكم؟ ان شاء الله ان شاء الله. شلونك برمضان الصوم؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم شويه تعفر الفطور. عندنا سؤال بسيط. نعم. حاضر؟ حاضر. جاهز؟ نعم. يلا. حسنت السيشما انت جاهز راح يقاتل راح يا ما نسال. لا 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 تسال احنا جايين. عندنا مثل مصلاوي عتيق اريد قصه هذا المثل ومعنى هذا المثل. المثل يقول الله يعطي ذهبه الدببه. يعني للانسان اللي ما يستحق. يعني هذا الغايه منها. يعني الانسان اللي ما يستحق يجي خير اكثر من ذاك. تمام لو لا؟ يعني اما قصه المثل ما اعرفه بس اعرف يعني معنى المثل. انت بس عرفت معنى المثل. معنى المثل معنى المثل انه اي حاجه تجي للي ما يستحقه. أول مرة تسمع هذا المثل؟ نعم أول مرة أسمع. أول مرة. يعني مثل مصلاوي إحنا أهل القرى يعني يختلف. نعم. حجي أنت أهل القرى وين بيا مكان؟ قرى عداية. معامل. سلم على جماعتك عيشوفوك ستة. سلم على الجميع. كل ما يشوفوك. نعم نعم سلم على كل. زين. زين ما تعرف هذا من المثل جاء؟ والله ما أعرف بس هو المثل يعني بغير مفهوم إنه الإنسان اللي ما يستحقه يجي الخير. خوش. هذا هو. احنا نشكرك جزيل الشكر. واشكركم ان شاء الله. ان شاء الله الجماعه بدنا نشوفك الساعه بالتلفزيون ان شاء الله. اشكركم اشكركم شكرا جزيلا. يلا ابو بشار مستمرين بالبحث. يلا خليكم ويانا. دقيقة 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 نريد أن نشوف واحد أحد يعرف قصة المثل مالتنا. شنو قصة؟ أخوينا قاعد معف ضيج بالحصة معف بيضيع يصفر يعني يمكن صايم مفطر ما نعرف شو راح نتحارش فيه نسأل هذا السؤال. أنت تحارش. أنا أتحارش فيه. يلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا أبو شلونك الصحة الأحوال وراتك؟ إيش بك شضيج؟ والله يا بضيجين ضيجين ليش ما ضيج؟ أكل بلد شيء يعني ما يضوج يبينه. فطرت فطرت لا بعد لا بعد يا حد لا بعد ما فطرت ان شاء الله ترجع تفطر وترتاح. الله يحفظك ويخليك ويبارك اخبارك بي. والله الحمد لله. ايش كنت اخبارك سعد؟ والله الحمد لله. ما شغلك شلونه؟ ما شاء الله الحمد لله. ايش الحمد لله. ايش يسالني السؤال انا هاي دائما انا علي بشار. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. اليوم عندنا فقره الامثال مصلاوي. الكل مثل مصلاوي بقصة وباكيد عبره معينه. مثلنا يقول الله يعطي ذهبه الدببه. الله يعطي ذهبه الدببه. شنو قصه هذا المثل ومعناته؟ أول مرة تسمع به؟ أول مرة. ذهب الدباب وعوفة. دباب إيش الدباب؟ يعني الدب يعني إيش الدب؟ هاي جديدة يعني جوة المعدس دون عوفة. مثل تعطي الشيء لواحد ما مستحقه او ما جدير بينه وما يستاهل. ما قصه المثل ايه؟ الله يعطي ذهبه الدببه. هذا كان اكو بيت مال بقات جنبه محلي بقات يعني جنبه محلي فقيره فللاجر خاتون عملت لهم بوكي مال ماي. هاي البوكي كانوا قبل وهم عشر ياخذون احواس معاها يغسلوها غادي ولادهم يسبحون بالشام. فقالت عليهم دائما كانوا يعملون هاي شغلات مال وقف مال جير كذا عملت لهم بوكي مال ماي كبيره وهذول اللي يجيبون ماي ماكو اللي من الشط من الصبح يملوها في المحل كله تاخذ منه ماي لاستخدامات البيت وكذا. غادي بهذه المحلي اكو نسوان او بنات يعني شابات شوية عقلم يعني ما هالقد ترى للي وسمان سمان يسموهم دبب.
فاليوم حرامي يمكن باق ذهب ذهب ومنو حاسبينه الشرطه الجندل ركضوا ورانه هو يركض ما ورانه فات من يم ماي البوكي فقال هذول يخاف يمسكوني حتى تخلص من الذهب وبعدين ارجع اخذه زت الذهب بالبوكي وركض المهم مسكونه هذا اخذونه على السجن نسوان المحلي يشيلون ما يطلعون يغسلون يوميا تقريبا اكثر من شهر ما حسوا بهذا الذهب هذول جو يسبحون مو حواسهم دبب الذهب كله تعلق ويصب بحواسهم فالنسوان قالوا عليهم الله يعطي ذهب والدببو يعني ايش قصار انه نحن نطلع ماي ونغسل من هوني ونستخدم الماي ما هو اليوم لقينا ذهب هذول جو راسهم نزلوا تعلق الذهب بهم فطلع المثل الله ينطي ذهب والدببو فهذا هو قصة المثل شكرا سعر أسعفتو؟ أهلا سعفنا عشنا المثل بشرفك تقوله عشتي ما حفظتو احنا نشكرك ان شاء الله الله يحفظك استاذ مرطب على ان تعرفنا على اخونا العزيز وان شاء الله تروح تفطر خوش الله يحفظك الله يبارك فيك تدعينا تدعينا ان شاء الله 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 يبارك فيك استاذ باهر هسه بقدر شيء جديد مثل الاخ مثلك ومثل يقول تبيع فرارات بخبز يابس تبيع فرارات بخبز يابس تبيع فرارات بخبز يابس عشان هاي بقى يما نمطهر يشعلي النارة حس نمطهر شلش الدارة طبعا اليوم حديثنا عن مناسبة الطهور وهاي المناسبة أيضا كانت أصبحت من ضمن التراث الموصلي لأن لها طقوسة الخاصة وكان أهل الموصل يحتفلون بهاي المناسبة وعندهم فد مراسيم أو فد طقوس معينة حتى نعرف أكثر أو نتعرف أكثر على هاي الاحتفاليات اللي يصير أثناء عملية الطهور نلتقي اليوم بالأخ أبو هذال لأن هو أيضا من المواصلة القديمين وأيضا عاصر كثير من المناسبات ودائما أبو هذال يتحفنا بقضايا قديمة حتى أكو شغلات اللي تتعلق بالأدوات والملابس نلقيها عند ابو هذال مرحبا ابو هذال الف لا يا مرحبا كل اهلا بكم يا مرحبا شلونكم شلونو الحمد لله والشكر على العال وماشي احسن من قبل احسن من قبل والحمد لله والشكر قبل كنتم اي الحمد لله ماشي انت هسه الحمد لله والشكر الحمد لله الحمد لله ابو هذال يعني انت عاصرت مناسبات مال الطهور اي نعم تصير بالموصل اي نعم كان اكو احتفاليات ومراسيم اي نعم فغيد تحكي لنا عن هاي والله هي كانت الاحتفالات او شو احتفالات تصير يعني الاحتفال كان صار مال طهور مثلا يقولون بيت فلان يطهرون اولادهم نعم عندهم ولد واحد هسه 50 ولدين ثلاثه وينطهرون كلهم سوا ترجع الكبير ينتظر سنتين ثلاثه اربعه وتصير المراسيم يعني يصير كان يوم جمعه المراسيم
ليش يا الجمعه؟ سبحان الله، يا ناس بطاله كلهم بركه بركه على مول حتى طيبه. نعم والله يجي يعزمون مثلا احنا مثلا بالسوق إيه؟ عزموا كلها للسوق الصبح، الصبح ينصب القيمه والكيك من عمه فهمي كان بشغال شعرنجفي الله يرحمه الله يرحمه، والشاي كله بالكوابه والحليب والمربى شكر لما شكر لما والبقلاوة أي شيء يعجبها كله بقلاوة ما كان عليها كذا كذا كان كلها كالقداتو صحيح لا أصلي دين حار يقلك هاي كلها مال هاي العسل هاي مال بيت فلان مال قروم إيه. وكانت الله يرحمه الشدادي اسمه ماري ماري المسيح ماري إيه. والأخ مشيت اسمه والله ما يذكرني كانت تفطر بالمحيط اي ماري ماري كان النشابي النشابي ويجيبوه قبل بيومين ثلاثة يشدوا البقلاوة يشوى عند ابو سمير كان بشارع فاروق القديم نعم نعم يشوى كل هذه يعني انت هاي العزيمه يصير بس الصباح ايه بس الصباح كان قبل تحديدا اكثر ايام الجمعه يعزموها يعملوا ليت الحني بس يجيبون قيمه يعملوا ليت الحني قبل كان ايه. يجيبون ملدين اه ليت الحني ما يعملوها ايه تحني باللي قبله بيوم يعملوا ليت الحني مع نسوان ايه احنا يوم الطهانة كانت الله يرحمها من لا يتفرج جابونا عملوا ليت الحني مع نسوان نعم يقعدون نسوان بيناتهم يصبح الصبح للغجيل والفتلي ما سمع بها الفتلي كم ما لحقت على الفتلي لا ما لحقت على الفتلي انا يغجب يجي اكلي من يزمون ويجي كلهم يقفوا باب الحوض جاء المطهر جاء المطهر جاء المطهر تغشى الاولاد يخافون وهذا ويسي الله يرحمه بس يجي المطهر يا ابوينه وكان يمسك الولد خاله وعمه نعم نعم ايه خاله وعمه يمسك الولد يمسكونه كتفوه كان قبل يقعدون على كرسي خاصة مع المطهر لا أنا قاعدون بحضنهم أنا مسكني خالي قاعد بحضنه هو كان يقعدون عليه كرسي نعم. سوداء سوداء بعدين هاي لا بعدين بطلوها ويصيحون وردحاق ساق ناصي هي وردحاق ساق ناصي هاي يقولوها بالعرس بالعرس يقولوها ويقولوها بالطهر وش معناتها هاي أي مقطع عادات التقاليد كان على الفطرة وعلى المحبة نعم نعم. كان عايشين على النية نعم ما عندهم نيات ما بتلسع والله عمره يومين ثلاثة ودوني على الدكتور ما يصير طهر انطهر شيء لازم على الدكتور يشع وجراح وماكو كب كب هذا اكل يغطونه يغطونه بشو شبيه تريد رشاك الفوطة والوالدة ما شاء الله رشاك الفوطة كل شيء محتفظ كل شيء عندي هاي الفوطة هاي خلوه فوق هاي خلوه فوق الولد دق عليه كله منقوشي ومرتبي وخلوه فوق الولد وسحوله والدحاق يوسفون اي نعم توشع حقلية كلها فضة كلها مرتبي هاي فوق واحد هاي صار 40 سنة هاي صار 40 سنة هاي مالتني يوم الطهرنا امي غفعته لا اي والله هاي كلها طفل كلها طفل ولا ايه كل الطفل يحطون يجيبونه ولا مرة الكبير بعدين الاصغر منه يدعك ولدين ثلاثي واصغر ويجي كلام طهر شيء من المشهورين يعني سيد جميل الله يرحمه سيد مجيد أولاده الله يرحمهم ويحفظ الطيبين كان يعني هي مختصاص طهو قبل نعم. يجي ترش على الثاني مية يجي لك بعد اللي يجيك بساعة شيل الشنطة هاي الحمراء الجلد جاء قعدوا بماء الحار ضمدونه ثلاثة هسه وين قاعد قصر الشكل في أمان الله وطاب انتهى كل شيء ما ظل بعد اكو تقاليد الدخل يعني من راح يقصها هاي ما اكو ايه هاي عجنوها بالطين ايه؟ يزقوها بالسقف ليش بقايا بالسقف؟ يخلوها بالسقف يومين ثلاثي من تقع يعني طاب يعني اذا ما وقعت ما يطيب؟ نعم ما يطيب يعني هذا معتقد ايه انا معتقد ايه معتقد ايه هسه ببغداد غير شكل ببغداد غير شكل ياخذوها ايه؟ يزتوها مثلا يقول لك زتها بمدرسه مدرسه خاطر يطلع لا لا خاطر يطلع حاكم يطلع قاضي والمدرسه يزتوها على مود يطلع يفتهم هاي واحده يعني اعطت اخوها قالت له زتها بالمدرسه حتى يطلع يتعلم قبل عايشين على نيته بعدين هذا يومين يقلب من الحائط قبل على الفطره على النيه وعلى المحبه تغشى ماكو كان طبعا هي حتى هاي ماكو من كان يطهون بالمحلي اولاد الايتام الفقراء يجيبون معاهم يجيبون معاهم نعم نفس يعني على نفس على يصرفون على نفس الشيء يعني كان موجود عند اهل الموصل اي يعني اولاد المحلي الايتام الفقاري ما بس بالطهو حتى بالعيد ينطهوا مع اولاد فلان مع ايه. بيت فلان هاي كلها بالعيد يخلى كذول جماعه الايتام والفقراء يعني يصير عندهم ملابس يزيد من الناس العاديين يعني كلها تنطيم الله يفوحهم يفوحهم من الناس يفوحهم كانوا قبل على الحنية وعلى القلب
صافي على ني ما متلسع الله الله ينت عني ما متلسع هسه كذا صارت لو فاتي ايما شو طلعت تغيرت كلها ما ظل بيها بركي تغش على البقلاوه صارت هالقداتي تغش على الشكل لما صارت هالقداتي يعني لانه ناس كانوا وش كان قبل كل شكل هالقداتي ولا ما بيلو زمان لها صحيح والفر هالقداتي دين حار صحيح. الشدادي قبل باسبوع تيجي وشد ويعملوه بالفرن صحيح اي على شتو عصرتو كل هذه زين انت حكيت لنا على ليله الحني نعم مثل الزواج اما كليته نعم ليله الحني هون يعملون مولديات مولديات مع نسوان بس النسوان نسوان يعملوه بالليل نسوان ايه. ملايات تجي يعملوها عمي حنون عمي حنونو حنون عمي حنونو ولبسوا الدجاج البيضاء وعليها سرمة او عليها القم... هذا قمر ونجمي اي اي وهذا هون قمر ايه. ونجمي بالدجاشه ويمشوا الدجاجه شيء للمطهر يعني كانت يعني كانت تقاليد عادات كويسه كلش حلو حيل كويس هسه صار المغرب وعند الدكتور ماكو ما ظلت ما ظلت احتفالات كلتها وهي سنه يعني نعم هي سنه مؤكده والطهاره يا ضد النجاسه نعم بس كله يعني صار بالجهاز ايه وصار كله اختلفت ايه. راحت وكان الولد لما يخوفونه ما كان يقول جيتك قدامي او جيتك قدامي هسه جاك مطهر جاك مطهر جاك مطهر كان يخوفونه يقول جاك سيد جميل قد عقل هذا الدلع الله يرحمه سيد جميل صحيح ويرحم سيد مجيد صحيح ويرحم كل مطهر شيء اي والله هذول كانوا يعني لب الموصل مطهر شيء زين انت عندك معلومات عن شلون بدت الطهور بالموصل والمراسيم القبل قبل كان يسمونه كان مقابل صالح الزعوتي يسمونه لا لا قبل كان الزعوتي قبل طهون اي كان ابوي يقول احنا كان بال 47 زعرتي 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 كان بال 47 هون يطهروا باب الطوب طبعا احنا مقابل المركز العام نعم. كان يقعدون هاي الشيخانه يطهروا كانوا بلا بنيج كان بلا بنيج قبل ما كان اكو بنيج ما كان اكو بنيج هسه كله بنيج وادوات احنا استمتعنا بالحديث معاك والوقت ايضا داهمنا بس راح نكمل بالحلقه الجايه ان شاء الله عن عن هاي المراسيم شلون كانت قبل نعم. قبل هاي الفتره يعني نعم. بالقرن التاسع عشر والثامن نعم. عشر وشلون بعدين تطورت فان شاء الله بالحلقه الجايه راح نتكلم عن هذا كل الهلع وعلى على راسك إلى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم على أمل وأن نلتقي وإياكم وحلقة أخرى وبإذن الله وإن شاء الله. مدينة يا مدينة حل تشيس ونطينة